قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة هل يشترط له ما يشترط؟ نعم. بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة، نعم، هل يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والوضوء وغير ذلك؟ مسألة خلافية بين العلماء، من يرى أنه صلاة يشترط له كل ما يشترط للصلاة، ومن يرى أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، فيسجد وهو على وضوء أو على غير وضوء، ويسجد مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة وفي وقت النهي، لأنه غير صلاة، إنما هو عبادة مستقلة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.